مصباح احمد سليمان عبد العال اسماعيل من العمريه. انا اللي مأجر سوق العمريه ده من حي العمريه في المزاد العلني، تمام؟ انا واخد المزاد السوق ده في المزاد العلني لمده 3 مستغل لمده 3 سنين. طبعا انا واخد ارض فاضيه، شايف السور ده؟ احنا يعني رئيس الحي يقول لك ايه؟ ابنين حسابكم، ساعدوا معانا، اتكلم مع مين؟ المفروض انا مستغل من حي العمريه، حي باخد ايجار، ولو ما دفعتش ايجار بيعمل لي امر حبس ويعمل لي وقف هنا على السوق، بياخد حقه، المفروض انك انت تعمل لي اقل حاجه اسوار يدل ان هي سوق، الاقي الميزه حتى تلت للناس تحط الميزه البواشي بتاعتها او الخرفان بتاعتها في الظل، او ناس تشرب ميه من الحر، واحد يغسل وشه، واحد عايز ميزه يتوضى يصلي، لما يكون في بوابه تدل ان دي سوق، يكون عليها يافطه مكتوبه محافظه اسكندريه حي العمليه عن كل يوم كذا وكذا وكذا. ثم كمان الارض دي في ناس رافعه قضيه وكسبتها وكل شويه تيجي تقول السوق، طب افتح ابويا عشان نكلمه. يقول لي احنا معانا يا عم، معانا حكم محكمه ان الارض دي ارضنا وكسبناها. فالسوق الحي سايبنا، لا عامل لنا تلت ولا عامل لنا بوابات ولا عامل لنا اسوار، وده نظام سوق عشوائي، ده نظام سوق عشوائيات كلها دي جيوش. فانا بطالب سيد محافظ الاسكندريه يتكرم ويبص على دماغه ان يجي ينظر لمشكله سوق العمريه للمواشي، عايزين اسوار وعايزين بوابات وعايزين ميه. بنقول له تاني للسيد المحافظ نبوس على دماغه يحللها مشكله سوق العمليه. احنا الوفات، الوفات اللي شايفها عندنا في عيد، يعني اكثر من مليون بني ادم قدامك النهارده في السوق، بدفع 470 الف جنيه عن كل سنه لحي العمريه محافظه اسكندريه. بعت شكاوي لرئيس الحي للي قبله واللي قبله واللي قبله واللي بعده، يا ناس يقول لك دي مش مشكلتنا، دي مشكله السيد المحافظ، اصل المحافظه بتقول لك ما فيش فلوس، اصل الموضوع مش موضوعنا. طب انا اسال مين؟ اتكلم مع مين؟ طب انا قلت لهم ادوني فتره تعويض وانا اعمل السوق ده على احدى الصراط على حسابي، طب اديله تعويض يقول لك ما تسيبش جنيه، اعمل حسابك. طبعا طبعا الناس على طول اللي نزيف واللي ضربه شمس وفي الشتاء الناس لمجد اللي بتتعب وكده، وبعدين البهايم اللي بتطلع بتروح فين؟ بتروح الجيش. ما يقدرش بني ادم يخش قوات مسلحه، قوات مسلحه تمسكه، ده جيش. ايه اللي جابك انت هنا؟ تقول لي ده سوق، بقول لك خلي المحافظه تعمل لك سور. ايه اللي جاب بهايمك عندي؟ فاحنا تعبنا 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 حقيقي يعني من حي العمريه، وعايزين يا جدعان عشان خاطر ربنا عايزين سوق اكتر من جنبه، عايزين بوابات وعايزين تلد عشان الحر والميه، والبهايم دي بتاخد ضرب شمس بتموت. يعني بقول لك 2000 جنيه 3000 جنيه النهارده في تلات حوالي ميتين من الناس بنتيجه ايه؟ الشمس وبنتيجه العطش. فاحنا يعني ما بنطالبش حاجه، بنطالب بحاجه شرعيه، احنا بندفع فلوس ومأجرين للمحافظه، فبقول يا محافظه تجرب علينا اعملي لنا اللازم، جينا احنا للمواطنين يا عم، للمواطنين يعني عايزين تلات زي ما زادل، عايزين ميه نشرب الاكسل والشنة، عايزين مبنى في بوابه مكتوب عليها محافظه اسكندريه حي العمريه على يوم الاثنين والثلاث والخميس، ثلاث ايام على كل اسبوع، ما فيش الكلام ده. لما انا اقول له حضرتك طالع بحسب بتاعت حواله، بقول له هات الحته بكام جنيه؟ يقول لي تاخدها بلطجه، انت فرد سيطره هنا ولا ايه؟ لا مش فرد، مش قطاعه. يقول لي انا مش شايفش حاجه، اقول له يا عم ده سوق محافظه، يقول لي سوق محافظه فين؟ انا مش شايف اي حاجه، انا شايف عشوائيات كده، دي بلطجه، مشاكل بروح اجسم على طول، هروح بطلع له العقد اللي انا مأجر بيه منين؟ من حي العمريه. يقول لي بس المفروض يبقى فيه يعني يافطه، يقول لي واحد يتسجع انا اول مره السوق ده، المفروض الاقي يافطه، يقول لي محافظه اسكندريه حي العمريه سوق العموم، يبقى انا اقتنعت ده ايه؟ سوق ودي رسوم، لكن انت بتاخد مني فلوس بدون ايه؟ بدون اي يافطه، يبقى انت بلطجه. فاحنا في مشاكل على طول، عشان خاطر ربنا بنطالب محافظ اسكندريه بحل مشكله السوق العمريه.